Déjà, السلام عليكم. اليوم رانا في شارع طنجة، لاري طنجي، احنا نسموها لاري مونجي لانه فيها كثير من مطاعم، والفكرة تاع تحويلها الى ممر للمشاة فكرة جيدة جدا. اذا أمر جيد، لكن المواد المستعملة سيئة سيئة، المواد المستعملة شفتوا هناك عندنا الـ عندنا الـ هذا نتاع الماء اللي يرفد الماء، هذا الماتيريو تاعو سيء، ماتيريو سيء جدا. هذا هنايا كارثة. على كل حال نخلوكم تابعوا الفيديو حول هذه الأشغال نتاع التحويل نتاع شارع مونجي إلى شارع للمشاة. نخلوكم تابعوا هذه الرحلة إلى الآخر، حتى هنا في الطرف كاع نمشي ونشوف هذه الأشغال والمرحلة المقبلة. المرحلة المقبلة سوف تكون تحويل تهيئة المحلات، الواجهات تاع البنايات. على كل حال البنايات راهي قيد الترميم والتجديد، فيه اشغال نتاع تجديد تاع البنايات مازالها مستمرة. اذا فيه اشغال على مستوى البنايات، وكذلك ننتظر تحسين المواد المستعملة خاصة. استغفر الله استغفر الله. هنا نلاحظ ان البنايات راهي قيد التجديد، في عمليه تاع تجديد نتاع الشارع هذا. وهنا والله اقسم بالله هذا الترميم والتجديد لو كان يندار بمقاييس علميه، والله المدينه تاع الجزائر او اللي يعني المركز التاريخي تاع الجزائر العاصمه سيصبح مركز عالمي بامتياز، يعني تولي مدينه من اروع المدن في العالم من ناحيه الزخم العمراني والشكل العمراني والنماذج الموظفه. والله سوف يكون لدينا شيء جميل جدا، لكن تبقى دائما وابدا اشغال من ناحيه لافينيسيون، الاتقان في العالم العمل ما زال ما عندناش لافينيسيون اللي لازم تكون عندنا، ما عندناش ما زالت الاشغال يعني النوعيه تاعها غير يعني ليست في المستوى. اذا نترككم تتابعون والسلام عليكم. Thank you.
الفكرة تاع تحويل هذا الشارع إلى ممر للمشاة فكرة رائعة، فكرة جيدة جدا. تبقى مسألة الإتقان ثم الإتقان في العمل. رانا الجزء هذا رانا انتهينا منه. بقات النقطة السوداء في كل هذه التجديد وهذه الترميمات، النقطة السوداء هي الأسلاك الكهربائية. لازم يلقاو لها حل، هذه قضية الأسلاك الكهربائية لازم يلقاو لها حل. مشكلة راه في الأسلاك الكهربائية. هنا في المنطقة هذه نورمالمون الأشغال انتهت. هنا نلاحظ أن النوعية تاع الأشغال نوعية رديئة. ما زلنا ما نعرفوش نخدمو، خاصة قضية لافينيسيون ما زالها مخصوصة. وهنا زادوا هذو لي سبوت لومينو، داروا لي سبوت لومينو هذو، لكن لافينيسيون ما كان كارثة. نشوف هاد لي سبوت هنايا، خدمة محرحرة، خدمة تعقيني. هذه هي الخدمة تعقيني. ها خدمة تعقيني. إذن هذه هي نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم.